Itu mana Ar-Rahman alal arsistawa. Katanya istiqla, berkuasa. Itu maknanya. Apa diantaranya? Istawa bimakna istaula, menguasai. Atini واحد من الصحابة قال بمعنى استوى استولى في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي المجلد الثاني صفحة 304 ينقل كلام الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. قال الأوزاعي كان مكحول والزهري يقولان أمر الأحاديث كما جاءت. السواء السواء نفهمها، الاستواء معلوم والكيف مجهول، أما أنت حرفت وبدلت وأولت، وهذا مخالف للسلف الصالح. يا أشعري لما تعرفون ربك. ننظر الآن إلى عقيدة أبو حاتم وأبو زرعة وهؤلاء من التابعين. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذاهبهم، إلى أن قال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم. اثنان من المتقدمين ينقلان الإجماع على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته. في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا. يلا. أما بالنسبة للمتأخرين، هذا كتاب العرش الذهبي ينقل كلام الصحابة. أبو بكر الصديق من كان يعبد محمدا فإنه قد مات، ومن كان يعبد الذي في السماء فإنه حي لا يموت. وحديث عمر بن الخطاب قال عمر ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء يوم يلقونه. ابن مسعود رضي الله عنه قال العرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. حديث أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه عن يوم القيامة ينزل الله في ظلال من الغمام من العرش إلى الكرسي. الحسن البصري عن الحسن البصري قال سمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى والحيتان فجعل يسبح، وكان يقول في دعائه، يونس عليه السلام كان يقول في دعائه سيدي أي الله في السماء مسكنك وفي الأرض قدرتك. رواه ابن قدامة في صفة العلو بإسناد صحيح. الضحاك من التابعين فسر قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال هو على عرشه وعلمه معهم. سليمان التيمي المتوفى سنة 143 يقول لو سئلت أين الله لقلت في السماء. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى سنة 157 سئل الأوزاعي عن قوله ثم استوى على العرش فقال هو على العرش كما وصف نفسه. طيب في الأخير هذا كتاب الإبانة لأبو الحسن الأشعري يقول إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله عز وجل إليه يصعد الكريم الطيب وقال بل رفعه الله إليه. قضي عليك يا أشعرية يا أسافلة الوراء.